السلام عليكم. اسم محمد خالدي. وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد وصدق قاتل لي اخويا وضربني الضربه الراسي، وكان كيسب في والديه بفمه بانه مشاكل خاصه وعائليه والهضره خايبه، ومني هضرت معاه تعامل معايا. وقع المشكل، كاينين فيديوهات وكاينين مقاطع ديال الصور بانه ضرب مو كاع مسجل، وتحكم عليه بالمؤبد وتعويض الحق المدني ب 20 مليون. انا دابا 3 سنين وانا كنعاني من الام في الراس ومشكله في الخدمه، واللي لقيت صعوبه واللي تنخدم شهر ونجلس عام ونجلس 6 شهور. انا بغيت تحقيق العداله، انا ما بطالب لا كريمات لا شي حاجه، انا هاز الصبر وخدام على راسي، تنبغي الكرامه ديالنا فوق كل شيء. انا تنطلب من هذاك من العداله تتحقق. هذا السيد عنده مؤبد و20 مليون، انا ما باغيش فلوس، ولكن باش انسان تسمعوا داروا ليه اوراق ديال المسطين وخرجوه للسبيطار احالوه للمجانين ويضرب مدة قليلة ويخرج، راه ماشي معقول. هادشي شائع، هادشي شائع دابا ومعروف. كاين اللي قال لك راه كاينه اشاعات بانه معيد مع والديه السبيطار مسيب، والله اعلم. حنا كنامنوا بالحق وتنامنوا برجال الحق، ودابا راه داز 3 سنين وانا كنعاني وبغيت العدالة تحقق. هاد السيد راه ما يمكنش كان بعقله وكان جزار وكان خدام وتيعرف كل شيء، وبولاده وباني راسه ومسائل، وفي الاخر يقول لك راه مجنون ولا هادي، ويكون مجنون ولا ما مجنون، ويكون كاع مريض يبقى عند مولاي الوقت. فاش نوليو حنا اللي مراض، واللي تنحشم من ولادي، تنحشم من المجتمع. طوبيس تطلع تلقى مشكل، طاكسي في الخدمه كذلك ومثال. وسبحان الله راه ضروري ملي كتشوف ضربه بدري صغير عنده 4 سنين يبقى يتملس في بكا، بابا شنو هذا الشيء، شنو هذا، ضروري كاين والو. عندي شق في الراس، قالت لك الدنيا هانيه النهار الاول، قال لك عندك شق في الراس والدنيا هانيه. ما فهمتش الدنيا هاني. انا الا كنت حاس براسي بخير راه ما كيهمونيش، يقولوا مريض وانا بخير ما عنديش مشكل، ولكن انا عيان. كاين واحد الالام الصراحه ما كيتوصفش الصراحه، انفجار راسي يبغي يطرطق. الله يحضر السلامه، صافي تنولي نقول صافي ما بقات لها حياه لا شي حاجه. كنخاف على راسي من الجنون ولا شي حاجه. اللي حنا عندنا كرامتنا في هذه البلاد هذه، حنا الفقر كنامنوا بان الارزاق بيد الله وكله كيدار ليه الله وكله والظروف ديالو، ولكن بالنسبه للقانون راه انا كنطلب الحق ديالي. يعني كطالب بتحقيق العداله. خويا مات الله يرحمه، خاصو الكرامه ديالو حي ولا ميت، هو ميت ياخذ الحق ديالو، وانا حيت انا نبقى عبره للمجتمع بان هذاك السيد راه خد الحق. انا 3 سنين وانا مضروب، ما بقيت درت لا شي لا كونترول لا شي حاجه، وما كنتش راضي انا ندير مثلا فيديو مع الناس ولا شي حاجه، ولكن 3 سنين بزاف وما بقيتش كنخدم، والوالدين والصير والمسائل. انا ما كنتشكاش على بنادم يصير عليا، الحمد لله ما حدي بصحتي نخدم على راسي وعلى والدي وعلى وليداتي، ولكن باش يولي مسبب لي انسان في هذه الحاله هذه، انا ما تنطلب ويتعاقب ياخذ حق الجزاء ديالو.